من بدل دينه فاقتلوه. هنا مكتوب عندك يموت، هل اقتلوه هي يموت؟ يموت بدون رأفة، يعني شو معناتها؟ إنه ايوه يموت دي يموت يموت. مين هيقتله؟ هون مو مكتوب. برافو عليك، يبقى مين مكتوب مين اللي هيقتله؟ يموت مبني للمجهول. نكمل العدد 29، اقرأ شوية كده. فكم عقابا أشروا تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دمي العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة، صح؟ تمام، كمل بقى، اقرأ المقصود كده اقرأ كده اقرأ كده العدد 30. فإننا نعرف الذي قال لي انتقاما أجازي يقول الرب، وأيضا الرب لا الذي لا تدين لا، الشر. مش كده مش كده مش كده. فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام. مين لي الانتقام؟ الرب. أنا أجازي. مين يجازي؟ الرب، يقول الرب. وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. يبقى مين اللي حينفذ عليه الحكم؟ قصدك انه الرب رح ينتقم منه يعني؟ الرب هو يوم القيامة حينتقم منه، يوم الحساب. لا، كيف اذا فهو مكتوب يموت أيوة بدون يموت، رأفة؟ أيوة أيوة، يموت يموت بدون رأفة. يعني هنا عندنا الموت الأبدي، يعني الذي يدوس ابن الله الذي لا يؤمن بالسيد المسيح، الذي يخرج أو الذي لا يريد المسيحية، يموت موتا أبديا بدون رأفة بدون رحمة. متى هذا الشيء؟ عندما يقع في يدي الله الحي، زي ما بيقول 31، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. متى يتم الوقوع في يدي الله الحي؟ يوم يكون في حساب. ليش انت يبقى هلا بيقول بأننا نعرف بالحياة الذي قال. شكل يا عم اسمعني بس اسمعني بس، قال لي انتقام، أنا أجازي يقول الرب. يبقى تأكدنا من الأعداد أن الذي يعاقب هو الرب، مش اقتلوه ولا أي إنسان تاني. تمام. المسلمين بيقولوا إيه؟ المسلمين بيقول لك روح اقتله أنت، من بدل دينه اقتلوه. هنا بيقول لك لا، بيقول لك هو يموت، يموت هذا الشخص، يموت بدون رأفة الموت الأبدي، يموت بدون رأفة الموت الأبدي، لأنه لم يؤمن بالسيد المسيح. ونحن نقول هذا الكلام، الذي لم يؤمن بالسيد المسيح يدان. لي الانتقام، مين اللي حينتقم منه؟ الرب هو اللي حيدينه. متى سيدينه؟ عندما يقع بين يديه. وين مكتوب حد تمام، الردة؟ مو مكتوب يعني. ها برافو. يبقى بص بص، ما تحاولش انك تجيب لي اشياء من المواقع كده، احنا عارفين كل الحاجات دي. فكل التدليس ده وكل الكلام ده، وانت برافو عليك ان قلت بالوقت انه مو موجود.